في 6 يونيو قبل 10 أعوام اتسعت دائرة الاحتجاجات ضد حكم الجماعة. امتد الغضب من مدن القناة إلى محافظات الصعيد ومن مكتب وزير الثقافة الإخواني إلى قاعات البورصة المصرية ومن ساحات المحاكم إلى الشوارع والميادين. اشتعلت الأزمة في الوسط الثقافي احتجاجاً على أداء الوزير الإخواني. نخبة من الأدباء والشعراء والكتاب اعتصموا أمام ساحة مكتب الوزير في حي الزمالك مطالبين بإقالته. وفي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد أعلن المثقفون تضامنهم مع الغاضبين في العاصمة. أزمة الثقافة واكبتها أزمات عدة في المياه والكهرباء والوقود والأجور. انطلقت في إثرها عدة مظاهرات في محافظات مختلفة شمالاً وجنوباً احتجاجاً على تدهور الخدمات وتدني الأوضاع المعيشية. وبينما أخذت دائرة الغضب تتسع وصل حماة العدالة إعلانهم رفض مشروع قانون الجماعة لتقويض السلطة القضائية بحسب تعبيرهم، داعين إلى عقد جمعية عمومية طارئة تحت شعار الوشاح الأخضر احتجاجاً على محاولة الأخوانة. حالة تمرد عام عبرت عنها الحركة الشبابية التي أعلنت في اليوم نفسه تنظيم فعالية جديدة في الجنوب باسم الصعيد يتمرد، غير عابئة بتهديدات الجماعة ومن معها باستباحة دماء المتظاهرين. أمام كل هذا الغضب لم يكن غريباً أن تواصل البورصة نزيفها بخسارة جديدة بلغت 18 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط في إثر التراجع الذي طال كل الأسهم الكبرى. نزيف اقتصادي تواصل وغضب سياسي تصاعد فيما لم تقدم الجماعة على شيء سوى التهديد والوعيد في محاولة بائسة لإخماد الغضب من خلال إشاعة الخوف.